فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وانتعلوا وامشوا حفاة، يعني ما يمشي الإنسان دائما حافيا ولا ينتعل دائما، وإنما بين بين، تارة يمشي حافيا لتتعود رجله على الخشونة والقوة، وتارة ينتعل، خصوصا إذا كان سيمر على شوك أو على حصى أو على أشياء مؤذية فإنه ينتعل. أما إذا كان في أرض ليس فيها شوك وليس فيها ما يؤذي رجله أو عليه خطر من الأفاعي والسوام، فإنه ينبغي له أن يمشي على التراب أحيانا لأجل أن تقوى رجله ولأجل أن يبتعد عن الترف. وفي قوله أمشوا هذا حث على المشي ونهي عن الإكثار من الركوب دائما وأبدا، فالإنسان يمشي ويركب، قد كان صلى الله عليه وسلم يمشي ويركب.